مرحبا بكم في هذا الجديد من حصة خلوي الشو. اليوم الحصة حتكون سبيسيال. على سبيسيال باسكو عندنا ان انفيتي سبيسيال. بطاقم نروحوا للسبيسيال والسبيسيفيك اللي من نروحوا ليكيب تاع الكترو شوك شيك شاك شوك ليكيب اللي والفتوها وتولفوها دائما. اي بيان سور بمن نبدا بمون بغاد غوا شريكتي ودراعي اللي من رئيسة الحكومة. بما ان انا هو الرئيس رئيس الحكومة رئيسة القوات المسلحة الخلوية. اي بيان سور لا بوتي لا موطاليتي لا كونتيتي لا كاليتي لا مينيون لا شارمونت اللي نبو عشان. مساء الخير. مساء الخير سيد الرئيس، مرحبا بك ومرحبا تانيك برئيس الشاوية اللي راه معنا، وتانيك مرحبا برئيسة الأغنية الأمازيغية اللي راه معنا بلا ما نقول اسمها باش ما نخليها لك لنا. وبيان سور بلا ما نساو الجمهور اللي راكو كامل دي بريزيدون اليوم، نرحب بكم ونقول لكم قعدوا غيستي برونشي افيك نو. ميرسي بيان لينا لينا اللي ولفتوها لينا لينا رمز الجمال والبهاء ورمز الزين ورمز السر. اي بيان سور بيان سور بيان سور. عندنا نروحوا عند شقيقي احبه في الله لكن زعيم المعارضه اللي راه تحفر لي وحبه تدي هذه البلاصه ويحب له باش يدو هذه البلاصه سير ما تكونوا عرفتوه. سي بيان سور نادر سفير الشاويه بالجزائر العاصمه. مساء الخير نادر. مساء النور رضا. بون مانيش نحفر لك على كل حال. الزعيم رضا مساء النور. مساء الخير لينا، مرحبا بك كي شابه اليوم. ونرحب ايضا بالمشاهدين وبلا غادتو خاز رحب خس اثنين جوي ثنا خاس هذه البلاطون خلوي شو راكم على بالكم مع الشيخ الشاوي باسكو انت تقبيلي سيد داغر نخذي البلاطون نخ اضرب خي السم. مرحبا يا السم زايد نخ. و بلا غادي نخلي من هو يذنخ لانه رضا بيحف السي اذا نوجه الكلمه رضا. يعطيك الصحه بارك الله فيك. فوالا لازم تريسبكتي لي بروتوكول. اي سي نورمال. اي بيان سور الضيف تاعنا تاع اليوم قلت لكم بلي سبيسيال سبيسيفيك تاع ما نقدمها نظم صوتي الاخ نادر ونقول بلي لينا راهي شابه اليوم كونتر على امين لانجينيور دو سون تاعنا لامين بوشوارب. كونتر عليك هذه لينا راهي شابه اليوم خويا. اي بيان سور كون راهي باش ولات شابه لينا لازم نحيو شكون كيوس تاعنا اميره اميره الاميرات بيان سور. كيما قلت لكم ان انفيتيس اون انفيتيس سبيسيال راهي عندنا اليوم نحبوها تحبوها كامل يحبوها كامل الجينيراسيون بيان سور. سير ما تكون عرفتوها سي اون ريفيرونس سي الكابيتا تاع لا شونسون كابيل مسا بوشافا ازف اللون. مرحبا سوان ازف لك. مس الخير بونسوار ازول اتو لي للمشاهدين في اي مكان ازول في اللون لي زانفيتي لي كرونيكور تاعنا لينا وهذو لي بروب العوان كيماث نغشاميه شاوير وتماثل نغث ثقفايلي ثقفايلي ولا لا تاع النبي العن تاع النبي كيف معليش كان حنا الجذور تاعنا كامل امازيغ. والله مرحبا بك مرحبا بك دار دارك نقول لك مرحبا بك اي وقت. ميرسي دابور اكسبتي نوتر انفيتاسيون. ميرسي بوكو سا في بليزير مو اوسي. واه سلمك لو بليزير تو لو بليزير اي بور نو ان شاء الله يا ربي. واش راهي مسا بوشافه وراهي الحمد لله وراهي الدور صافي باي صافي فريمون 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 لونطون ما شفناهاش ها لينا. تبع في درت ندير البوم شاك 3 زون درت تيفتيلين ما راكش تبع في الاكتواليتي تاع نو سي با كيسيون. ما احنا هنا احنا نبوزي لا كيسيون بلاص البوبليك تاعك بيان سور وين يقدروا يعرفوك وين يقدروا يشوفوك. جو في اون فرونس مي كي يكون ارتيست يكون في فرنسا ولا يكون هنا يكون القريب ولا البعيد ينفع البلاد تاعو يجوز دي ميساج. ميم نسكن في فرنسا نعيش في فرنسا J'ai des albums, j'ai des messages à passer, je passe dans des radios, je passe dans les télévisions. Malheureusement, moi, je ne trouve pas que je ne trouve que c'est ça, Alphania, dans le sens, on a des concerts. Des récitals. Voilà. Des récitals, mais on travaille beaucoup la RS. La RS. Et parce que des beaucoup de récitals, il faut négocier la RS. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Je tourne beaucoup dans les mariages. Il y a un chanteur qui tourne dans les mariages. Vous savez, c'est le public qui a voulu voir à part le mariage. Il devait faire invitation. Inch'Allah, on va faire des récitals, il n'y a pas de problème. On va faire des récitals et avec plaisir. Et je préfère faire des récitals que les mariages. Bah oui. Voilà. Mais un chanteur, un artiste qui fait beaucoup de mariages, qui tourne beaucoup dans les mariages, حبست شويه سي فري عام ولا عامين هكذا باش نريح نشوف وين الحق وين بالك درتي بزاف لي مارياج باسكو ما كاش تانيك مالوغوزمون هنا في الجزائر انا نشوفو لي كونسير ما كاش بزاف ندير لك العرس ندير نغني لك سبع عرس واحد سبع ثمانيه واحد ان ديغيغ لوطر
الله يبارك. وكابيلي غاشي الجي في فرنسا. الله يبارك. وندير دي ريسيتال او ميم طون، غنيت في امريكان، غنيت في انجلترا. هذا اون دوت با، اون دوت با. نشطح ونغني، شتي جون، شتي سبورتيف. جوستومون هذه تنشطح ونغني، سمحي لي لينا، سي ما سابوشافا سي لا سول شانتوز كابيلي جو تشطح في الكليب تاعها، سي فريمون كرون بليزير. ميم سيغ سين، مي بور سيغ بور باش دير الشطيح والغنى، لازم يكون عندك دي كاباسيتي فيزيك. يا حبلة كان كاين يقول شتي سبورتيف. كان يديرها غير هو العوينات الله يرحمه، اي ما ساب وشاف يغنوا يشطحوا او ميم طون. واش كنت دير سبور؟ لو هوند بول. كي كنت نقرا، كي كنت ندير سبور وحدي في الدار، عندي فيلو دابارتمون. كنت تلعب ايلي ولا بيفو؟ ودركا وليت السبور تاعي اللي هو فرنسا دون جي سال دو سبور، ندير دي كور كوليكتيف، ندير لو سكايب، ندير لو كومبا كيما لا بوكس، وندير لي دونس كوم لا زومبا، ندير صافي بليزير. وي وي صافي بليزير، باش كناخد على اللياقه تاعك. كومبا بوكس، كومبا مي هذيك ماشي مع مسيو محمد. لا 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 ماشي مع مسيو محمد بوشافه. سي دي سبور جابي شفتهم هنايا في الجزائر يا اخي، ماشي مع مسيو محمد بوشافه. دي موفمون طلع تمشي باش تحافظ عليا، سي نورمال، سي نورمال باش تحافظ على اللياقه تاعك. اللياقه الشوف لو شطح وتغني بور فير لي دو شوز. دور دور دورين في دور واحد، يفوا افوار دي كاباسيتي فيزيك. كي بديت نغني في عندي 24 سنه، 22 سنه، 23 سنه، كي كنتوني تشوفوني في لي سبيكتاك نشطح ونغني. دركا نقصت شويه في الشطح. كون احكي لنا على لي سبيكتاكل تاعك. سمحي لي قبل ما نحكي لك على سبيكتاكل هنا. روحو روحو شونسون اللي دات سوكسي او نيفو ناسيونال، عندها دي ميساج. اكزاكتومون. جي واحد ما تجي غير شطح برا. سي سا الارتيست. الباس دي ميساج. بوا باس دي ميساج اوسي. بصح حنا قبل ما نروحو تحكي لنا، روحو تحكي لنا كيفاش ما سابو شافها بدات الغنى. انيكدوت بالك كانت حكاتها هي بصراحه، راها ليميسيون اللي كانت جات في التلفزيون العمومي، لكن راه نوفا جينيراسيون بالك ما لحقوش على المعلومه هذه. احكي لنا كيفاش ما سابو شافها بدات الغنى. بديت الغنى في البريمير في لا كورال اناشيد وطنيه. نو لا كارير تاعك ارتستيك. كارير ارتستيك كي تزوجت. احكي لنا كيفاش بدات. كي تزوجت محمد ما على بالوش باللي كاع واش محمد اللي هو المسؤول اللي نحييه بالمناسبه سي كريم. جامي شفني ولا قال له واحد ولا نحب الغناء، نحب الموسيقى، نحب الشطيح، نحب كلش. بصح كي عرفني هو تانيت دار لي زار دراماتيك، عنده معلومات، عنده موسيقى. سمحي لي برك مدام، انا خرجت له داني كليب تاعي الجاي قتلني بزاف، باش نعاود نولي بروشي معاك في القصره تاعك. روحوا نشوفوا نيكست ستريم الكليب تاعها الاخر اللي شباب بزاف فغيمون ارتستيكمون تكنيكمون اللي او توب، ونعاود نولوا. داكور. عجبتك الاغنيه؟ بزاف بزاف بزاف. يا ريت لو كان، سمحي لي نقول لك، يا ريت لو كان كيما ندير انايا باش حفظت اللغه العربيه. يا ريت تروح تحوس واش قالت ما سابوش شافها، تشيش كومبروند واش كان. واش كان في في الشعر؟ خاص تصوفي تفهم واش قالت ما سا. سي اون فاسون باش تقرا تفهم القبائليه. ان شاء الله ان شاء الله هذا كرون بليزير. انا كيفاش حفظت العربيه؟ كيفاش؟ جو شيرش كومبروند واش قالت حبه الحراشي، واش قال احمد وهبي، واش قال عمر الزاهي. انا حبيت نعرف على لو كليب باسكو الكاليتي الله يبارك. سمحي لي لينا باسكو انا جي لونسي نقول جي، مي سي خاص تصوضي مي فريمون زوج شابين. انا نحب نوصل الميساج تاعي لكل الجزائريين. شكون يكتب لك الكلمات؟ كلمات ميوزيك مسا الموسيقى تاعي وكلمات محمد بوشافة. ان برودوي 100% فاميليا. حنا زيدنا في طريقنا، حنا ماكش ندي معنا الدراهم، حنا ماكش ندي معنا الدراهم. وزيد نقول لك حاجه، سي مسيو محمد هو لاجون تاعها، سي لو ماناجير. وي الماناجير. بصح بصح خاص تصوضي، اسمح لي خاص تصوضي ماغري نسيتني، اسكو نساك مسيو محمد؟ ما تشاك واش يغني الفنان؟ ما يغنيش غير على روحه، يغني على المجتمع. واش كان في المجتمع؟ ما لا عاود يقولي لي قصة واحدة حكيت لنا قصة تاعها، دار اغنية. اما لا عاود يحكي لنا وحكي لينا كيفاش عاود نولوا للسوجي قبل ما نروحوا للكليب المسيو تاعك، كيفاش حتى وليتي تغني؟ تزوجنا. انت كنتي تغني في الدار؟ نغني في الدار، نحب الغناء تاعي. تعجني وتغني، تنقي البطاطا وتغني. نغني، نحب نغني ديبي الصوب، ديبي مون جون اج. ومسيو محمد كان دار لي زار دراماتيك ليكم. كان دار لي زار دراماتيك، دار برج الكفال. وكان يكتب كلمة. يكتب ما على باليش. ويخرمي في يكتب الروايات، يجوزو كاين عنده روايات حتى لدوك يجوزو في لاشين 2.
Donc animateur sur la chaîne 2. الله يبارك سمع لو ميسيو. Une émission théâtrale. الله يبارك. Donc le monsieur était. Où tu l'as quitté par hasard. Parfois le hasard fait des miracles là. Le hasard. C'est le hasard. C'est pour ça que ça m'a gâté cette année. الله يبارك. حبيت نعرف est-ce que le monsieur était à quoi il poussait vraiment pour très. Il m'a encouragé. Mais pour cette année, il m'a encouragé. Encouragé. قالها انا نكتب وانت عندك لافو. راني هنا نعاونك نروح معاك و من خاص شي حاجه قني راني هنا. Ça fait plaisir ou ça fait plaisir de voir un couple يعني في وطننا دوكا. نقول للمشاهد الكرام نذكرهم باللي السيده مساء بوشافا كانت استاذه تاع علوم الفيزياء تربيه تكنولوجيه في الكوليج قبل ما في عين الحمام توجور وكي بديت الغنات لي تورني السكسي لي غالا ما نقدرش اكزاكتلي فوالا خيرتي الفن وما خيرتيش حبست التعليم. سقسيها على الكليب برك خيرتي الاماكن الاماكن هذه في تيزي وزو سي دي في الجبل في اسول في تيكجده هزر نطهر فديك بلادنا شابه الله يبارك فيك. كي تخيري انه الكليب يكون من المناطق تاعنا تاع الجزائر يكون تاع الجزائر كيما جيت ايضا في الكليب تاعي لي زونسيان كليب جيت حتى البتنا باش جيت حتى مشون شون مدغسن مدغسن دات تورني تيماتيك لي كليب صافي قلتي لي قبيل انك غنيتي على الشاويه راني شكون ما على بالوش الشاويه على بالهم ماذا اعطيها له شوفي اكابيلا تلاقي غير في كواني كانت في وراس سام غرق غدي شمع انا ذاكي القماش راس مرحبا سي شاويان سي شاويان ناس هوي تصوفارس يا تصوفارس مرحبا سي شاويان سي شاويان دارت على كاع الجيري مرحبا يا سي ميرسي مرحبا يا سي شبيه سيتي شونسون كي في التور دو مون اكزاكتومون دارت حالة هذاك الوقت ما كتبش فيها شنادر مع انسان انا انسان كبير ومخضرم وعشت جميع العصور انا يما تسمعها عشت جميع العصور نعرفها ماذا احنا والله فامبير نتاع احنا كل مره يجي عندنا انفيتي وش يدير؟ عنده اختبار يجوز معنا ان اكزامان ايه الباك ايه معناتها قريتي في سياف يجي عندك لو بيير والسوجي تاعك طاح لك هو هذا حسني اكزاكتومون سي شاب حسني الله يرحمه السوجي تاعنا تاع اليوم ماشي جيت نشوف ولدي ماشي ما كاش غير انت لكن الصراحه راحوا الصراحه افرانشيز اني صراحه قبل نزول البدايه على بالي يا مدام الو قبل ما نجيو لك نروح نشوف نكونسلتي لي زيكسبير تاعي زعما اللي زعما يلعبوا هاي يفهموا الو لينا انا اسكو لينا صريحه صارحوها انضرت من الصراحه تاع شي ناس تحب تصارح تخاف تصارح هذه هي المشكله تاع الصراحه سيكو كاين ما يفرقوش بين الصراحه و هذيك الصراحه اللي تجرح جوغ كيما يقولوا لا فرانشيز اي كومون ديريكت جوغ هذيك اتر ديريكت اون اتر جوغ حتى تولي بليسون يعني كيما نقولوا احنا دي يشيرش تو بليسي باش تكرهوك فوالا يطيحك فوالا كيما نقولوا احنا عندنا في الجزائر تاع الهضره في الوجه دوا الهضره في الوجه دوا هذيك تاع هي صراحه تدي عليك الواحد يروح للصراحه جو بريفير يعني واحد يكون صريح ماشي ميشامون مي يعرف يجيب هذيك السياسه تاع واحد يكون صريح بها كو باغ اكزومبل هذيك المجاملات الكاذبه اذا نقدروا نقولوا بها وين يقدر يبدل لك ان اوتر فيزاج توليو في ان اوتر فيزاج نوليو منافقين سي سا دونك صراحه تبقى مليحه مي لازم لازم واحد يعرف كيفاش يجيبها كيفاش يهضر مع الشخص ماشي يجيبها لك ديريكتومون هذيك تاع باش يجرحك تبان الغيره تبان فوالا تاع تولي صراحه هذيك اللي تجرح اسكو لينا ما بون لينا نعرفك ديبي 2011 على بالي بلي صريحه مي اسكو ما كي شايفه بلي الصراحه في وقتنا جور نقصت هذا الوقت ولات الناس ما تصارحش ولات ما ولاو ما يصارحوش خاف تصارح بالك ماشي يخافوا يصارحوا جاب لي ربي لحقنا الوقت يعني مالوغزمون ولاو لي غولاسيون بنيين على لي زانتيري ولاو لي زانتيري فوالا اكزاكتومون ريدا جور تلحق دوكا وين قلت لك تولي مجامله يعني مجامله كاذبه وين الهدف تاعو هو بالك جو سي با عنده هدف موراها دونك الشخص الصريح دوكا في وقتنا ما نقدرش نقول بقات الصراحه في وقت النفاق باسكو لحقنا في وقت رانا النفاق راهو منتشر بكثره حتى دوك لا جينيراسيون تاعنا ولا بون سي با لا جينيراسيون تاعنا مي
الوقت اللي رانا فيه جبودة كلكو سوا كبار ولا صغار ولا أولي يصارح واحد يروح يدير بوبليكاسيون فيسبوك تم فيزي فيزي نادر نادر صارح صارحكم تحب الصراحة ما تحب الصراحة صريح جدا أنا صريح جدا صريح جدا هذه هذه هذا واحد البرنامج في بعض القناة اللي تحبها بزاف ترى اللي على لساني نقوله أنا ما هو الصراحة مقرونة بالصدق اسمه لازم واحد يهدر الصح ما يخبيش وما يكذبش مقرونة بالصدق الصراحة أنه أنا نصارح نصارح عباد اللي أنا عندي نوعين من الناس نصارح كاين ناس نصارحها صح كاين ناس ما نقدرش نصارحها لأنه يجي باش تصارح سيطاطير وشنو تحكي وش كاين في قلبك وأنا هذه ما استعملهاش هذه ما نديرهاش كاين ناس كما اسمها دوكا ليا أنا واش صار لي انه نحكوا اسمه يحكوا لي وكل شيء والاخر ولكن ماهوش صريح معايا من بعد الوقت فرالق قلبه فما يصارح من بعد الوقت هكذا وخلاص اسمه دي زامي وبيان الاخر باش يقول لك راه خصنا نصارحك في عفسه اسمه شحال من يقول لك شفيت نارك ايوه شحال من الاخر لقطه ومن بعد يجي على الاخر يقول لك والله خصنا نصارحك في عفسه هذه ماشي مليحه هذاك هذه صراحه روطار روطار بزاف نصارح منذ البدايه كي جيت هنايا شافوني الناس في حصص تلفزيونية دائما صارحة قالوا عليك في برنامج مازال ما جاش في التلفزيون أنك جريئة قالوني دي جورناليست قالوني هكذا أنك جريئة صح قولي لي مدام الصراحة في وقتنا أسكو مازال تكزيستي أسكو كاين الناس ولا تخاف تصارح باسكو دوكا مع لابريسيون تاع غلاء المعيشة الخدمة ما كاش ما تقدرش تعرفي لا رياكسيون تاع الناس اللي حتصارحيهم أسكو الصراحة ولات كومون اون ديفيز مفقودة ما كاش بزاف ما كاش صراحة تحبي لي صارحك في وقته ولا لي صارحك نصارح من بعد نجيب الأعداء ليا لروحي صراحة ولا السما دوكا نديفو ماشي كاليتي نجيب نكون صارحة دي فوا نندم جبت لروحي جبت المضرة لو كان ما نصارحش خير Exactement. هذه ولا رماركيناها جوستومون سكو كل لي جون لي بون جون اللي عندهم دي بون كور ولاد فاميليا كيما نقولوا حنايا اللي ولاو ما يقدروش يصارحوا لينا. ولاو ماشي يصارحوا. يخاف يصارح. ولاو تلقاهم باسكو انا جو بريفير واحد ما يصارح باسكو كيما يقولوا ولاد صدق فيها صدق. جو بريفير واحد يتكتم على الشيء ولا يروح يكذب. Parce que back des fois à force de cacher avec la vérité ou là voilà c'est que c'est ça le problème Nadir c'est que à force de cacher nous les on tarou il le kadib il se met trop le misdaqiyat trop le nous les on a fait chose autre voilà donc pas je me perds je mets lek mouja autre il met lek hadi li touli فيها النفاق touli فيها الكذب دونك هي انا نقول دائما الصراحه يعني صراحه جي جو بريفير نفارق الناس بالصراحه تاعي ولا نمد ولا تكذبهم بالكذب تاعي نادر انا نوري لك اسكو صارت لك ديجا وين صارحت وندمت ولا ندمت اللي ما صارحتش انا مزيان ندمت اللي ما صارحتش مدام صارحت حتى صرعتي وليت انا واش جابت لك صراحه تاعك مدام مليح ولا ماشي كاين حوايج ملاح كاين حوايج ماشي ملاح اسكو في دومين فاميليال على بالي بلي الصراحه تجيب غير الحاجات الملاح كيكونوا الناس اللي يكونوا كيف بيناتنا حب صادق وهدايه ولا رولاسيون بلا انتيري تجيب لنا غير الحاجه المليحه الحاجات اللي ماشي مليحه اسكو ضراتك الصراحه تاعك في الكارير تاعك ارتستيك اسكو وجعتك اسكو ديرونجاتك ان بتي بو وي مي فقه قبل الاول فايقه بلي قبل ما توجعني كتر بكتر فوالا دونك كيما يقول لك اليوم خير من غدوه دونك واحد يعرف اليوم خير من اللي يعرف منا على وين تولي القضيه اكبر ما نقدروش نكذبوا شويه على روحنا ماشي نكذبوا شويه على روحنا ما نقدروش نقولوا باللي بارفوا نغلطوا في لو مومون اللي نصرحوا فيه ماشي رضا عباك كاين بزاف الفوش اللي بيان شوازي لو مومون باش نصرحوا فوالا اكزاكتوم يفو شوازي لو مومون تانيك باسكو كاين اللي ما يفرقوش بين لا ميشونستي غراتويت والصراحه هذيك وين قلت لك ولي الكلام يولي بليسون فريمون جو ما اعرف صارح بصح اعرف كاش تجيبها تاني يفو اتر ديبلوما انا اللي على خير السوجي هذا باسكو عندي ناس نتمنى يكونوا يشوفوا في لاتيلي نحب نصارحهم جي ديكلاراسيون اديغ انا نحب نصارحهم ونخرج عليهم ديريكت سا بخوميييغ فوا راح نديرها في ليكرون نصارحكم باللي نروحوا اشهار ونولوا
كما شفتوا عاودتوا شفتونا رانا صالحناكم وعدنا ولينا اي بيان سور باش نعاودوا نقولوا مدام حنايا نخليك شويه تتبعي معنا لا نوفوتي وش راهو يدور في لي روزو سوسيو مع من كما شفتوا اليوم لا دوزيام فوا ما عندناش كليكولوك لاسباب خارجه عن نطاقنا التقنيه والفنيه لكن اللي كان تقرعي جالوك مع من مع الشابه لا مينيون لينا ابو عشان كيما درتك الداي دانجرس الخطر لو دونجي الخطيره اللي في دال الكلوب تاعها صار لها كيما جيرار وراول غونزاليز اللي واحد لعب غير في ليفربول ماغري العروض الكبيره واحد لعب غير في الريال ماغري ثانيك العروض الكبيره شكون مو بغا دغوا مو بوطن واخ لينا بو عشا وجبت لنا اليوم في تقرعي جالوك فتقرعي قبل ما ندخل لك خونيك تاعي رضا حبيت نسقسي برك الضيفه اللي راهي معانا حبيت نعرف شي حاجه بما انك تغني القبائل اسكو عندك فنانين تسمعي غير الفنانين القبائل ولا سمعي كنت نتبع نحب مانجلات معطوب هادو مي لي زونسيان دوكا دوكا لا جونيس سون بو دير دوكا تاع تاع دوكا قام علاوة قام علاوة وي ابار كابيل ابار الكابيل ابار الكابيل جون دوكا باسكو كاين بزاف هنا في الجزائر الجي بالك وين الجزائر الاغنيه الراياويه راهي مدايره حاله اسكو تسمعي شويه الاغنيه الراياويه ما نحبش الراي ما نحبش واش تسمعي كاين الراي وكاين الراي كاين الراي من الراي كاين الراي من الراي اكزاكتلي تاع احمد وهبي تاع ايوا بلاوي الهواري بلاوي الهواري تاع عبد الرحمن جلطي واه محمد لامي قلت لي نحبو نحيو بالمناسبه اللي دار فات كارير مالوغوزمون مالوغوزمون والله والافلام تبعي الافلام تشوفي شويه الافلام نشوف الافلام بما انك عايشه في فرنسا يعني لي فيلم فرونسي لي فيلم كابيل فلاكيت نتبع ولي فيلم فرونسي شوفي شويه لي فيلم فرونسي لا ما نحبش السينما تاع الكور احنا مالوغوزمون انا جبت شويه نهضر على الافلام الفرنسيه وتانيك نهضر على لي شونسون لي جون ارتيست يا ما ميغ تكون مو بو سافوار لي فيلم هذوك المدبلجه شوفها دايما تشوفهم تشوفهم كل يوم تهضر مي دار هذا قال لها هكذا راه خلاها هرب عليها تشوف غير هادو دفن ندخل معاه انا هادو ما نهضرش عليهم باغ كونت حنهضر دوكا حنهضر على لي شونتور الجيريان اللي نبدا دايوغ لو جون ارتيست اللي غني لو راب اللي هو كانون 16 خرج الاغنيه تاعو هذه الاخيره اسمها ننساك اللي راهي مدايره برسك 1 مليون دو فيو خرجت نهار الخميس روحوا نشوفوها ونعاودوا نقولوا لكم توي بور اي فو انكوراجي تو لي ستيل اي سي بور سا مدام هذه الحصه هذه احنا درناها باش لي جان اللي مدايرين حالها في لو راب لو روك لو شعبي كل حاجه تنفع سورتو لو راب هذا في فرنسا بار اكزومبل لو راب في لي بونلي يشجعوه بزاف اكزاكتومون دايور يشجعوه شطيح كاين دايور لا جونيس كيفاش جو بريفير واحد يولي شطاح يدي يروح للموسيقى ولا يدير لا فيولونس ولا اكزاكتومون دايور كاين ان ارتيست ان فرانكو جو سي با سي لي ماغربان او الجيريان اللي هو راه داير حاله اللي هو سفيان اغنيه لاندي دركا راهي لاحقه برسك 10 مليون روحوا نشوفوها ونعاودوا نقولوا لكم فوالا كان هذا سوفيان قلنا راهو برسك 10 مليون دو فيو مباشره المرتبه الاولى اللي خرج ريسامون تانيك دوكا صافي وقتاش خرجها خرجها لو دو مارس دونك جديده اللي هو كريس براون في اغنيه تومبو روحوا نشوفوها ونعاودوا نقولوا دونك فوالا كان هذا كريس براون اللي دوكا الاغنيه تاعو تومبو هذه راهي الا ديباسي لي 4 مليون يعني في وقت صغير واش بونس لي ساعدو هما لي ريزو سوسيو انا حبيت نعرف برك الفنانه تاعنا اذا عندها دي باج فيسبوك اسكو عندك تري بيان وشكون اللي يجيري لك لي باج ولادي مي زونفون لي زونفون تاعك الله يبارك قلت لك ان برودوي 100% فاميليال ما كاش ما كاش لو بابا يكتب لي بار ولا مامون شونت وتلحن ولي زونفون ولي ديرا 24 24 سور في لاباج تاعي لا باج تاعك هي لو نون تاعك ايه ما سابوش هذا اوفيسيال 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 تري بيان حنا دوكا نروحوا ل جي باج فيريفي هذيك النقطه الزرقاء ما يوتيوب هو اللي بيبلي وليداك اللي بيبلي
صافي بليزير. خير بيان صافي بليزير. حنا دوكا نروحوا من تقرعيجه هذه ميوزيك روح لتقرعيجه سينما وين حنهضر على لو بوكس اوفيس لو سينما فرونسي وين ما تغيرش على الاسبوع الماضي دونك المرتبه الثالثه تعود لو فيلم لو روتور دو هيرو كانت من بطولة جون دو جاردان اللي لعبها فايق هذايا. روحوا نشوفوا فوالا روحوا نشوفوا لا بوندا نوس نعاودوا نقولوا لكم. À la chienne. Le capitaine que j'ai créé était fin, il était subtil. Ailleurs, je ne suis rien. Ici, je suis le capitaine Neville. Arrêtez, Neville. Vous avez fait vos 12 pas. Ah, oui, j'avais compté 11. Le retour du héros. Voilà, donc كان هذا le retour du héros اللي رانا يحتل المرتبه الثالثه في البوكس اوفيس تاع le cinéma français. نروحوا مباشره للمرتبه الثانيه وبين هو بيل اي سيباستيان اللي عاود يولي في فيلم جديد هو الجزء الثالث والاخير وين سيباستيان شفوه كبر ويحاول ثانيك يحاول ينقذ اصدقائه ويعاونهم. نروحوا نشوفوا لابوندانونس نعاودوا نقولوا لكم. كان هذا الفيلم بيل اي سيباستيان 3 اللي قلنا راه في المرتبه الثانيه. نروحوا مباشره للمرتبه الاولى وين فيلم اللي حبوا ندير دونك هذا الفيلم تاع البريزيدون اكزاكتومون نادير اللي قلنا البريزيدون رشح روحو ويعني ما يستاهلش لو تيتغ تاع البريزيدون يعاود يولي فوالا اكزاكتومون دونك هو فيلم كوميدي 100% كوميدي. نروحو نشوفو لا بوندانونس تاعو ونعاودو نقولو ليكم. Si j'ai envie d'aller attaquer quelqu'un, je vous appelle. C'est quoi ça, monsieur le président? Ils ont gardé l'original, comme ça on peut en faire tant qu'on veut. Donc voilà. C'est la première fois, ملي بدات l'émission, ملي بدات خلوي شو, c'est la première fois où on a lancé le film français. اه هذاك ما كنت انا تو نادر باسكو في زوج عجبك. بون شوفوا ما نكرهولهم. اه يا خلاص تسالفوا بيناتكم. شوفوا ما نكرهولهم. اه خلاص فوالا رجع دراهمو. انا حبيت نعرف برك الضيفه اللي معنا اسكو تروح ليزيفينمون اسكو جينيرالمون كي تخرج يعني وين تروح اكزاكتومون؟ نروح المارشي نروح ليزيفينمون ليزيفينمون جور سينما ولا تياتر ولا بالك كونسير تياتر سيرتو كي نكون هنا. Il adore le théâtre. Très bien. La première fois qu'il خرجنا qui تعرفنا. داني شفت باب الغرق. Voilà صراحه voilà صراحه. Voilà et comme par hasard البابور غرق تيتانيك غرق البابور تاعهم مازال ما غرقش. طروطه ما يغرقش. يديني وليدي فرنسا يديني نشوف دي فيلم في السينما شفت فيلم تاع لي نوار. ايه احنا اللي في المهدا يلا كي تهضري عليه احنا كاين بلاك بانثر باسكو جاي معناتها خلاني الاغنيه تاعها يدير حاله اللي في اليوتيوب فيسبوك معناتها خلاني قلت لها اسكو كتبت ليها كان عندي كنا قصرت في الكوليس مع مسيو محمد قال لي انا جامي خليتها 30 سنه صافي بليزير 30 سنه قال لي نهار ما خليتها انت غرت على بالي استناي قلت له اعطيني لا روسيت سي كوا لا روسيت 30 طون شاك جور كيف كيف الحب اوه سي مينيون اون اوريدي دي باسان بارون اكزاكتومون ما كانتش هنا كانت في راسها غائبه دوماج كان حبني ما دوموندي اون مارياج بدات القصه بلغي كي عرفتو كيفاش كاين بدات بلا فرانشيز ولا لا فرانشيز سيتي لا فرانشيز سي بور سا طولو 30 سنه معنا نشوفو بزاف الديفورس مدام سي غراف ديفورس ولا بزاف ديال الناس كنا نشوفوا بزاف ديفورس صافي بليزير كي تلقاي ان كوب دو 30 طون اي شاك جور انصومبل بلي 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 كاليتي تاعي وبلي ديفو تاعي وانا حبيته بلي كاليتي تاعو بلي ديفو تاعو صافي بليزير صافي ايوا ربي يدوم المحبه كاملين لي زيفيرمون تاع خشنا دوك ماكش ما ندير هي كي هضرت هي كي هضرت قالت لك الابن تاعها يديها الافلام تشوف الافلام في السينما انا ان شاء الله نقول له يديك لهذا لو فيلم اللي هو بلاك بانثر اللي نقدروا نشوفوه في ابن خلدون حيكون لو سمحيني انوار كي فو سانتيغري دون لا سوسيتي فرونسيز اه اوكي يلا في ان ميدسان دار دار راح دار 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 حتى ولا ميدسان كرون ميدسان معروف كرون ميدسان الله يبارك عجبني شحال عجبني الفيلم هذاك سي ان فيلم فرونسي سي فيلم فرونسي وي هنا هذا بلاك بانثر سي ان فيلم امريكا وما حتلقاوه في ابن خلدون لو جوسكو 8 مارس ان شاء الله دونك كاين دو سيونس كاين ا 15 وكاين ا 20 دونك الدغله حتكون 70000 ليفينمون الموالي اللي حيكون لو شونتور كالين اللي غادي نشوفوا فيه دونك حيدير قلنا شفنا الاسبوع البارح دونك البارح هضرت عليه وقلت باللي راهو اون تورني اون الجيري ولا تورني تاعو لو ديرني ايفينمون تاعو حيكون هنا في الجزائر حيكون اكزاكتومون في لاسال الموغار يوم
le 8 mars, donc ça sera pour le 8 mars, où Dakhla Hatkoun yani gratuitement sous réservation le campus français. Gratuitement, je vais le quand تكون la production algérienne نشوف افلام جزائريه كاين افلام جزائريه فرنسا في السينما ان شاء الله ان شاء الله اكزاكتومون ان شاء الله باسكو لا كوميونيتي الجزائريه تحب تشم ريحه البلاد مليح بان في مارجيريا حاجه دي في مارجيريا تحكي لا رياليتي تاع لا سوسيتي الجزائريه نشوفهم في السينما اون فرانس وناس يديروا لا شين باش يدخلوا يشوفوهم ان شاء الله هذا واش نتمنى انا حبيت نعرف برك الثقافه تاعنا تطلع ان شاء الله ان شاء الله يا ربي حبيت نعرف برك يعني بما انه لو 8 مارس سا سرا يعني بور بيانتو وينك يا رايحه راني في دون ان فيلاج توريستيك بوزلاغن 8 مارس ان شاء الله نتاع فرنسا عندي 8 مارس Donc, ça te rend, c'est ça? Dans le cadre du 8 mars. Ça sera, ça sera gratuit l'accès ou la. L'accès français, c'est payant, puis Hanaya, c'est gratuit. C'est gratuit. Ouais. Très bien, Inch'Allah. Donc voilà, Hanaya, Lima, Antoine, Lima, Irdoshi, Rouhou, Itnaklou, Lakane. Voilà. Li hna راهم متواجدين بالجزائر العاصمه كاين لو سالون انترناسيونال دو لا فام لي حيكون من 5 الى 10 مارس حيكون اكزاكتومون بالسافيكس كاين دي اكسبوز ماشي اكسبوزيسيون دي فام ريدا مي كاين دي تونو لبسه كاين كلش يعني كل ما يخص المراه لو ليفينمون لو ديرني ايفينمون اللي حنهضر عليه هو سوق يور ماذر Open is open at night. Les une exposition à Al Moustache, mais elle est متواصله الى غايه 23 مارس انا تاع المستاش تاع المستاش اكزاكتومون نادر ما تبدا بيك تو اه بالك سي ان اكسبوزيسيون فريمون ما نروح نادر باسكو نادر طاحوا له المستاش تاعو ان شاء الله دونك مازال متواصل الى غايه 23 مارس قلنا توجور في اسباسو العاشور دونك سا من 10 تاع الصباح الى 6 تاع العشيه متخير عيجا باطل لاكسي باطل لاكسي باطل لاكسي باطل لاكسي خير انا حنايا نشجعوا في السينما امريكان فرونسي مصري يا ريت الافلام الجزائريه سي فريمون اون اندستري حنا مالوغوزمون الثقافه تاعنا ان شاء الله مي فو فو با اوبليي كو هما عندهم اون اندستري تاع السينما حنا حنا يعني ابار حنا بالك استوديوهات ما نملكوش عندنا ثقافه لو كان اون انفيستي في لا كولتور علاش الهند راهم يعيشوا غير في السينما صح اكزاكتومون الافلام الهنديه انا كنت بكري كنت نتبع الافلام الهنديه جانيتو الله الله كاين واحد يعيشوا بي يعيش غير في السينما حنا من هضروا على السينما كاين واحد الفيلم فرانكو الجيريان اللي هو شويه قديم لعب فيه مامي شاب مامي اللي هو 100% ارابيكا روحوا نشوفوا بكري هذا فوالا قرعي جا في الباسي هذه بكري روحوا نشوفوا ونعاود نقولوا لكم عديت لنا لا بيل ايبوك لا بيل ايبوك لا بيل ايبوك اسكو بروبوزاو لك دي رول سينما سينما يا بروبوزني واحد رياليزاتور كابي اللي دار اخا ندم مزيان اللي دار مشاهو مشاهو باش نلعب كنت جافيت 24 25 عام درت الكاستينغ قال لي حبيت قلت بلي دون فيلمي دون اون انترفيو حبيت نلعب دور تاع الام وبعد كي دار الكاستينغ شافني الدور تاع الام كنت صغيره شويه دا واحد اخرى نسيتو هذا ما كان هذا ما كان ان شاء الله ان شاء الله درت الكاستينغ بان ما نقدرش نكون لعب دور الام على كنت صغيره في هذاك الفيلم ما شاء الله بعد دات اسمي هاجيرة لعبت الدور تاع الام في الفيلم هذاك تاع ما شاء الله Jusqu'à présent, il n'y a pas de proposition. Inch'Allah 2018, je vois Aflam. Je ne sais pas si je serai. نكون مليحه نلعب مليح ولا ما على بالناش هما يديروا يعني وان شاء الله نشوفوا ديجا كي حبت تروح تحب السينما نشوف كي عندها شفتوا افلام الجزائريه كابيل تبعت تبعت افلام راني نتبع كل يوم افلام تبعت الاخر كيما يسابيل فيلم على لي زونديكابي تاع غردايه لي زيماج هذوك واللهجه تاعهم فهمتها فهمت الكليب فهمت لو فيلم تو على لي زونديكابي هما مزابيين مزاب بني مزاب هذا قلت لي وليدك 24 سور 24 هو جيري في لاباج تاعك على فيسبوك حنا عندنا واحد لهنا معنا في البلاطو ماشي انايا هذا السيد هذا نادر هذا 26 ساعه في 24 ساعه ويكونكسي
باش يقرا عجبه يشوف لنا وشو يضيف لي لا لا نتفرج نتفرج ويتفرج وتيلي زابي زابي نروحوا للزابرينغ معنا دير الشاوي لكن بعد الفاصل وبعد الغنيه اللي جابها لنا وقالنا لازم ندخل بها وزين الشاوي اللي ولفتوه اليوم راهو ابرا شلاغم نحل شلاغم وجا هذه غلطه تاع الكوافير ماشي تاعي غلطه تاع الكوافير تاعك كمل عليها ايه هو راح كمل عليها صاحبك جورجيت ميجر ادي جاي راح نديروا فتاوى على الهواء قالت شابه يمينه زين الشاوي زين الشاوي وجبت لنا اليوم نادي وجبت لكم اليوم نبدا لكم موضوع كما حكينا من قبل عن ما عندناش بزاف على القمر الصناعي الجزائري اركومسات اللي طلقوه حاليا راهو في المدار تاعو 24 او لاباس لا بس 24 ديجري مازال ما بداش الخدمه ما طاحش راهو يخدم نورمال وانما هدى فرعون وزيره البريد والمواصلات وتكنولوجيه الاعلام والاتصال والمواصلات قالت باللي راح تشغيل القمر الصناعي راح يكون ان شاء الله في جوان راح يكون بدايه التشغيل وش راح يكونوا فيه جميع القنوات الجزائريه مازال ما قلتناش غراتوي ولا الاخر مي هو ديما الاول يبداو غراتوي كما القمر تاع الامارات هي بلاح يطلقوها غراتوي باش يروحوا ليشان ثم نروحوا نشوفوا التصريح تاع الوزيره ونرجع لكم شبكة موازية للألياف البصرية في المناطق الاستراتيجية يعني كل مقر استراتيجي في الجزائر سواء مقرات مصالح الأمن أو البنوك بريد الجزائر اتصالات الجزائر كذلك مقرات الاستراتيجية كلها راح يكون عندها اتصال موازي يدعم شبكة الألياف البصرية حتى يكون تأمين تام للمواصلات إذا كان كل يعني الفحوصات تمت 100% ناجحة في نهاية شهر جوان خلال صائفة إذن نتمنوا توفيق القمر الصناعي هذا الجزائري وإن شاء الله تبقى باقات عربية واحدة أخرى إن شاء الله كل خطرة رضا يخرج لنا جمال ولد عباس لا جمال ولد عباس وبنحم والاخر مره هذه اللي اكثر شخص او اكثر شخصيه دارت تصريحات في الساحه الجزائريه هي عبد المجيد سيدي السعيد عبد المجيد سيدي السعيد تاع النقابه الجوتيه تاع نقابه العمال السنديكه الوحيده في العالم اللي كونتر العمال السنديكه الوحيده كما قال رضا اللي راهي كونتر العمال رغم الاضرابات اللي راهي صاريه من تاع الاساتذه وتاع الاطباء الى غير ذلك من النقابات مي سيدي السعيد في هذا الكونفرنس دو بريس هضر بعيد على الموضوع تاع النقابات تاع الاضرابات وروحوا شوفوا واش قال قدم عندنا فرصه تأمينا مع النقابات والأحزاب واش الرغبة تاع النقابات والنقابيين العمال أمام المخالفة الرئيس إنهم يقولوا هذا نروحوا طلب مشروع كما يحب هو كما جا خاطر نروحوا الفيديو الثالث عبد المجيد سيدي السعيد مازال راهو في البوكس اوفيس الجزائري مازال راهو في البوكس اوفيس الجزائري قالها لكم بصريح العباره كما قالها بن حمو كما قالها خالد بونجما كما قالها عدد من الشخصيات خلوني نشيت روحوا شوفوه هي يقولوا راه عند سيدك السعيد اللي يسم فينا راني خاسر ولا ما رانيش خاسر ولكن كي نضرب له شويه البروسه مع المينيستر واش خسرت ربحت نهايه المطاف يكون معكم غوستو يحل المشاكل تاعكم هذا هو الهدف تاعي هذه هي الفلسفه تاعي رضا انا ما كاش خمس صلاح عليك الصراحه هذا لازم يزيد كاين صالح اخر من اكثر من هذه ما كاش صالح 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 انا شيد اللي خلي نضرب له شويه بروسا وراه البروبليم يلا انا ما نحيروني برك علي شخصيات كيما هذه حاكمه دي بوست بوزن ثقيل كيما هذا تاع حتى في السنديكا ماشي مستقلة ماشي حاكم العمال تاع انا مازال ما شفتش بريزون دو سانتيكا في لو موندونتي ماشي بلي غارد كور
باش يكون فيها صح. باش يكون بريزيدون دو سانديكا لازم تكون ان فولونتير وكونتر العمال تكون ان فولونتير. بعد كونتر العمال هذه دائما الجزائر لعبك ارض المعجزات قالها مفدي زكريا ما قدرش نبدلوها. نروحوا للتلفزيون الحكومي, نروحوا للتلفزيون قناه اليتيمه. على كل حال كانت يتيمه دوك عندها اخواتها اربعه. خطا تقني, نقدروا نقولوا خطا تقني في السانتي مي يتكرر كل عام. مي المعلقين اللي يعلقوا في الفيسبوك في الفيسبوك ما يطلقوش لعقوا في الفيسبوك, عجبتهم الغلطه تاع الاخر, قال لك على الاقل قدروا يحلوا المشكل ما بين زوج دول متنازعين مع بعضهم, خاوه عرب خاوه مع بعضهم. ما نقولكمش شنو هاد الدول, نروحوا نشوفوا قبل هاد السنه. باينين شكون خلاص كي قلت. 1000 طائر حبر و400 غزال من نوعي الاطلس والريم تم اطلاقهم للتكاثر بمنطقه القصدير بولايه نعامه. هذه العملية التي تدخل في إطار الاتفاقية المبرمة بين الجزائر ودولة الإمارات تهدف إلى إعادة التوازن الإيكولوجي بالمنطقة. الفكرة هي إعادة الحياة الفطرية والبيئية للمنطقة, منطقة النعامة وصحراء النعامة, ويعني إعادة الحياة زي ما كانت سابقا. وشنو رايض علق لي ممثل حاكم دبي وسلاش نائب رئيس وزراء القطري. شوف حتى الموضوع شوف اسمح لي, لي كاين ثلاث اقتراحات. يا الامارات استعمرت قطر, يا قطر استعمرت الامارات, يا انا مانيش نشوف مليح. حتى انه في الموضوع التقرير تاعهم هو كان يقول باللي التعاون ما بين الجزائر والامارات, حتى هما غلطوا في الاخر الجزائر قطر وكتبوا ممثل حاكم دبي وفي نفس الوقت نائب رئيس وزراء قطر. قال لك لفيسبوكر قالوا لك هكا على الاقل تصليح العلاقات المتوتره ما بين قطر والامارات. خبرين فقط ماشي بلي فيديو. على كل حال كل عام في رمضان نشوفوا رامز جلال اللي عنده هذيك دارها في السماء في الماء تحت الارض, ما تقوليش وين راح يديرها. راح يديرها في الثلج. اذا رامز جلال ماشي قال لك حب سومان زيت شو اسمها كانت كان يتكلم من الليزان. حسب الاخبار اللي خرجت من قناه الام بي سي قال بلي رامز جلال اللي راح يدير الكاميرا كاشير تاعو الجديده راح تكون رامز جلال في الثلج. راح يديهم منطقة باردة في الثلج وثم راح يخليهم عرضة للبرد ويخرج لهم ديابة في الاخر. هما هكا حكاوها. على كل حال الخبر الاخير كما قالت فنانتنا قبيل على المسلسلات التركية المدبلجة, ام بي سي وام بي سي 4 راح تدير خطوة جريئة من نوعها حيث اوقفت جميع المسلسلات التركية. هذه بعد زيادة اردوغان الى الجزائر. هذه هذه مازال ما على بالي بها. شنو ندير باسكو احنا يعني لا بليبار تاع اليوم يتبعوا يعني باش ام بي سي على جال المسلسلات هذه تركية. تركية ورانا نشوفوا دركا ما عندهمش ما با لي بوبليسيتي دونك ما خاصة ان ام بي سي قلعت بشعار انها قناة العرب دوك إذن حبست مع العربية تانيك عندهم مشكل تانيك مع العربية دوك ما على باش. إذن حبست قناتي الام بي سي والام بي سي 4 حبست المسلسلات التركية. كان لو 2 مارس هذا اللي فات آخر الحلقات في المسلسل اللي كانوا يتبثوا فيها. عوضتهم بمسلسل حكاية روك, هو مسلسل برازيلي راح يتبث على ام بي سي 4, جابت مسلسلات البرازيلية, ومسلسل باكستاني عنوانه حب عبر الحدود راح يكون على الام بي سي. هذا واش كان عندي. صافي بريزي يعطيك الصحه يعطيك الصحه. مسلسل باكستاني تبقى نقطه استفهام ترويج للاستفهام. قولي لي مدام انا نشوف لنا بلي كاين دي تيتر راكي درتي دي جيتيا طرواك اسيلو داني كليب اسيلو داني البوم تاع مسا بوشافا يجايك سات ستوديي خاصو توزري توري التروزيام كليب سي كوالي درتيه تشعبي وفرديماني وحدي 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 فوالا اكزاكتومون. انا نقدر نشوف لي شونتور كيخرج لك ان البوم يدير اغنيه شابه والاخرين ما كاش فيهم ويدير ان سول كليب. علاش درتي تروا كليب ودي شونسون اللي راهي بالك كامل شابين باسكو سي دي بيل شونسون كيما هذيك وحدي حبيت باسكو لو بوبليك بريفير فوار دي كليب بور ديكوفرير لا شونسون سي بور سا كليب سي بروموسيون للالبوم. C'est pour la promotion de l'album. Il y a même une chanson qui est en train de se faire, un clip qui est en train de se faire, à la hommage à la maman. Oui, exactement. Alors, on a fait un clip, Yima. C'est le quatrième clip pour cet album. Pour l'album. Mais je garde les chansons parce que ils sont. Pour moi, ils sont toutes. Mais je dis, انا نسقسيك برك على بون
لي تيتر تاع الاخر جاي تجاي يجاي يجاي خاص تضاي وحدي علاش هذا خلاني خلاني وعلاش الحزن هذا الفيكيو تاع الناس اللي يحكيوا لك الفراق سي كيما يجاي الفراق شكون ما غناش على الفراق ميم لي غران شانتور اونسيان يغنوا كاع على الفراق هذا الشوجي هذا في كل مكان في كل زمان وحدي مازي وحدهم كان غير ماني وحدي مازي وحدهم هذاك صح انا حبيت نعرف لا ما تشع عليا على بالي ويوني قيو ولا يفكن لا مالكم الدين يحملكم الدين على فان يلي ديسو يقيم يفاد ما نسو واحد اسكو كاين يعني اغنيه مي على فان لا شونسون ال ستيرمين باغ واحد عاش ميزيريا عاش وحده ما كان دار الخير كاع الناس على فان ولا وحده مي على فان لا شونسون عنده في كاين تفاؤل قال مازال يس القدرة ومازال متفائل مازال نمشي مالغري تو سا مالغري تو لي طابو مالغري تو لي زوبستاك لي زوبستاك على فان فرجع لي ربي صافي دير فو با بيردغ لي سبار دون لا في ان شاء الله ربي ان شاء الله ربي يفرج على جميع واحد مهموم جميع واحد مهموم ان شاء الله مالوغوزمون حنا لحقنا الحصه يعطيكم صحة عليكم شفتوا الفنان يفو با كي بير ليسبواغ يفو با كي يولي الفنان يجب يكون شجاع ما يلزمش يفشل اكزاكتومون حنا لحقنا نهايه الحصه مدام ميرسي مالوغوزمون جازو هكذا الوقت جاز معاك الوقت حنا هذيك الكاميرا تحبي تقولي ان ديرني مو بوغ لي فان بوغ الناس اللي تحبيهم نتمنى نكون في حسن ظن الجمهور هذا احنا مشكوش فيها طنك طنك يحبني يحبوني طنك يتبعوني جو رميرسي تو لي كتبوني دي ميساج في فيسبوك راني نتبعهم راني نشوفهم راني نقراهم راكم تزيدوا من نهار لنهار راني توجور معاكم راني نتبع فيكم تبعوا كل شيء تبغان سمح سي صغاون جيسبر نكون في حسن ظنكم امكانياتكم جيسبر جو لو ميريت هذا ما نقول يعطيك الصحة مدام يعطيك الصحة حنا نقولوا بلي دارك عندك على جديد ولا مرحبا بك في أي وقت أما أنتم كنت تتبعوا فينا وكنت تتبعوا فينا ومازالكم تتبعوا فينا غاسي برونشي غاسي توجور في دار آخر ويشو نتلاقوا حنا إن شاء الله غدوة إن شاء الله مع فنانة واحدة أخرى ولا فنان آخر مع ضيف آخر وأنتم بيان سور ما نقدروش نسمحوا فيكم احنا ما نقول لكمش يجي احنا ما خلوكمش بصح نخدموا بالكليب تاع يجي تاع ما سابوش سلام.